حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، ارحب فيكم بحلقه جديده من مشوار تواصل فيه معاكم طيله ايام شهر رمضان المبارك. عسى الله يعود علينا وعليكم وان شاء الله تستمتعون بحلقتنا لهذا اليوم. احنا متواجدين في النادي الكويتي الرياضي للمعاقي. حياكم الله مشاهدينا، مشوارنا راح يبتدي وينطلق مع خليفه. الخليفه، خليفه كل عام وانت بخير. بخير، شلونك؟ تمام الحمد لله. خليفه كم عمرك؟ 14. العمر كله يا رب ان شاء الله. خليفه، من متى بديت تمارس الرياضه؟ ايش كثر صار لك في نادي الكويت الرياضي الماضي؟ صار لي 3 سنين. اخوي شجعني اني ادخل التنس وجربته وحبيته. الآن من 3 سنين دخلت النادي وعلى طول لعبت التنس. ما جربت ألعاب ثانية خليفة؟ لا. وليه الحين ما تفكر تجرب ألعاب ثانية؟ لا الحين لا. الحين لا خلاص. يعني أنا اللي عرفته إنه ما شاء الله عليك، يعني من الأسماء اللي بإذن الله إن شاء الله راح نشوفك من الأبطال العالميين في لعبة التنس. شو اللي حببك فيها التنس؟ عجبتني، يعني أنها لعبة يعني تحتاج تركيز هو صح تحتاج تركيز وايد بعد مو شويه. اي تمرنت عليها واخوي هم يلعب تنس فجربته وعجبتني. حلو، تلعبون انت وياه؟ ايه دائما؟ ايه. بس هني ولا حتى في البيت؟ لا عندنا بالبيت بعد. تتمرن بالبيت وهني؟ ايه. ما شاء الله. طيب شنو الصعوبات اللي واجهتها في البدايه مع الرياضه هذه؟ والله يعني كان في صعوبات من ناحيه يعني من يقطني مني، بعدين حلو دبرنا السالفة وقمت أجيب، بعدين سافرت علاج فقطعت فترة، بعدين رديت وإن شاء الله الحين قاعد أتحسن الحمد لله. الفترة هذه اللي قطعت شوية أثرت على مستواك خليفة؟ إي وايد وايد أثرت صح؟ يعني اللعبة هذه من واحد يقطعها تبدأ يعني مستواي يبدأ ينزل شوية. أي. فترة علاجك هناك ما حاولت تمارسها؟ ما حاولت تشوف صالة؟ والله مبلل، يعني لقيت صالات بس يعني كان مستواي وايد نازل، فقلت لما أرد إن شاء الله ألعب. حلو، الحين أنت مستمر فيها، شاركت ببطولات خليفة؟ إي والله شاركت ببطولات رمضانية 2 ويبت الذهبية. ما شاء الله. إن شاء الله كابتن الحين يفكر يوديني برا. مع المنتخب إن شاء الله تشوف اللي هو البطولات الخارجية. ان شاء الله. منو افضل لاعب واجهته في هذه الرياضه؟ افضل لاعب واجهته نزار، هذا اللاعب يعني قوي، واول ما بريته استانس علي وقال لي ان شاء الله راح تكون قوي بالمستقبل. فزت عليه؟ لا ما فزت عليه. تتمرن وياه في النادي؟ ايه مرات هو يجي ونلعب مع بعض ونلعب ويا بعض. حلو، مباريات. حلو، تتابع مباريات التنس العالمية، البطولات اللي تصير سواء بطولات الخليج أو بطولات العرب؟ أتابع بس مو وايد. مو وايد؟ شنو تتابع أكثر شيء بالتلفزيون؟ أتابع يعني بطولات خليجية بس. رياضات ثانية شنو تتابع؟ أتابع كرة قدم وكرة سلة. كرة قدم وكرة سلة؟ إيه. وقدم منو تشجع؟ ريال مدريد. كفو عليك والله، كفو عليك. عايز نقول لك مبروك على 11 ها؟ ايه. مستانس خليفة ها؟ حلو. وبالسلة منو تشجع؟ بالسلة والله أنا ما طالع أفريقيا، طالع حق المعاقين. تشوف تابعهم؟ ايه. وتحاول إنك دائما تحضر إذا صارت البطولات هني في الكويت؟ ايه. حلو حلو ما شاء الله. منو اللي شجعك؟ منو اللي ما زال يشجعك بإنك أنه يشوفك فعلا ان شاء الله راح نشوفك بطل؟ والله امي وعائلتي حتى اخواني اللي وياي بالنادي وكابتني كلهم يشجعوني ويقولوا لي استمر راح تصير بطل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، بالعكس نتمنى لك ان نشوفك احد ابطال هذه اللعبه. بس هل ان شاء الله راح نشوفك بلعبه ثانيه ولا ما راح تدش اي لعبه ثانيه؟ والله ان شاء الله بالمستقبل يمكن. ان شاء الله بالعكس. بس الحين اهم شيء التنس. الحين اهم شيء وتركيزك على التنس. شلون تمرينك؟ كم ساعه في اليوم تتمرن؟ كل يوم؟ اي كل يوم الا يوم الجمعه. اي وتقريبا من 5 إلى 7 ساعتين. ايه. كل يوم تحرص على انك تتمرن ساعتين.
هل تتوقع ان هذا كافي قاعد يعني يطور من مستواك؟ هو يطور من مستواي، بس هم قبل البطولات انا مسوي التمرين لساعات اطول عشان اتمرن زياده. حق قبل البطوله قبل البطوله مش كثر؟ تقريبا اسبوع او اسبوعين. هني يصير مكثف. حلو، انا راح اكمل سوالف معاك يا خليفه لكن من بعد هذا الفاصل. مستمرين معكم مشوارنا ومشوارنا مع خليفه. خليفه خليفه حياك الله مره ثانيه. وحياك خليفه. خلينا نتكلم شويه بعيد الاخر عن الرياضه. سافرت؟ ايه. وين رحت؟ سافرت المانيا علاج، وهم سافرت اسبانيا. وين اكثر دوله حبيتها؟ اكثر دوله حبيتها اسبانيا. اسبانيا؟ وين رحت باسبانيا؟ رحت برشلونه. رحت برشلونه؟ مدريدي يا خليفه، شلون تروح برشلونه؟ ايه عشان اخوي برشلوني فرح. فعشان تطلع، مع انه يقولون برشلونه وايد حلوه. ايه حلوه وايد. حلوه، ورحت الملعب مالهم؟ ايه. واو، دشيت كام نوع. حلو، صورت بعد هناك؟ الصور موجودة؟ ايه. حلو. شنو تمارس غير رياضة تنس الطاولة؟ شنو جدولك يوميا؟ شنو تسوي تقريبا؟ هو بالمدرسة كنت أرد من المدرسة. حلو. ارتاح شويه واتغدى، بعدين اي النادي اجي برجع البيت اتعشى وانا. حلو، يعني قادر تنسق الوقت ما بين المدرسه وما بين النادي دراسه؟ الا يعني بامتحانات كان لازم شويه ادرس، فقمت عن النادي كل يوم. اثناء فتره امتحانات تغيب عن النادي. حلو. طيب اذا بنتكلم الحين بما ان احنا بشهر رمضان، شنو جدولك عادة في شهر رمضان؟ شنو تسوي في شهر رمضان؟ والله ماكو جدول حد. ماكو جدول؟ يعني نادي ما يكون قبل الفطور. نادي يكون بعد ال بعد الفطور الساعة 7 ل9. من 7 ل9. تحرص على ان هم كل يوم تي ما عدا يوم الجمعة. ومن 7 ل9. حلو. شاركت في بطولات رمضانية السنة طافت واللي قبلها عدل؟ إيه. وحرصت فيهم ميداليات ذهبية، شو كانت المنافسات؟ والله كانت يعني منافسة صعبة، والحين راح تكون منافسة أصعب لأن دشوا وايد ناس يدد يعني النادي، فراح تكون أصعب. تكون أصعب؟ في إقبال على هاللعبة؟ يعني في ناس قاعدة تدش الرياضة؟ إي والله وايد ناس، يعني خصوصا أنا بالمدرسة أروح أقول حق فجاني يدشوا تنس وكذي. انت تقول لهم، انت تشجعهم. حلو، في وايد دشوا. يفضل انك تدشها وانت صغير ولا عادي حتى لو تدشها وانت كبير الرياضه؟ هو يفضل وانت صغير عشان تتعلمها لين ما تصير كبير تكون يعني وايد قوي عليها، تتعلم الاساسيات. ايه. في تكنيك معين انت تلعب، يعني مدرسه معينه انت تلعب على طريقتها؟ والله لا، ما مسكتك انت يمين اول شيء ولا يسار؟ يمين. على يمين؟ باريت ناس يسار؟ ايه. صعب؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء؟ ايه عادي. ما يفرق وياك سواء يمين او يسار؟ ايه. لان في بعض يعني اللاعبين لما اقابلهم اقول له اذا يمين ويسار، اذا هو يمين يحس بصعوبه لما يباري واحد يسار. ايه. انت ما شاء الله عليك عادي عندك. ايه. يمين يسار ما عندك مشكله. ايه. هو اما في مسكه عاديه في مسكة صينية، ففي ناس تمسكوا مسكة صينية. أنت شنو أي مسكة؟ لا أنا العادية. العادية، المسكة الصينية كنا صعبة شوية صح؟ إيه، فأنا هذه شوي صعبة. وفي ناس تمسك المسكة الصينية. إيه. إنزين، والقوانين هي نفسها القوانين قوانين تنس الطاولة؟ إيه عادي، كل شيء نفسه. كل شيء نفس الشيء. كم شوط؟ ثلاث أشواط. ثلاث أشواط، كل شوط كم نقطة؟ 11 نقطة. حلو. وعندكم بطولات تصير بس فردي ولا فردي وزوجي؟ لا، هو عندنا بطولات فردي بس اخر شيء يعني نلعب زوجي مباراه كذي عاديه. حلو، ولعب زوجي؟ ايه. شلونها صعبه؟ هو اصعب من الفردي لان لازم تفاهم كذي. لازم تفاهم. في احد وياك؟ اي والله. منو اللاعب اللي وياك دائما؟ اخوي. عشان تتفاهم وياه عدل. متفاهمين بالبيت ما شاء الله عليهم، متفاهمين بالنادي.
حلو. فهني هذا التفاهم موجود، اذا ما في تفاهم راح تصير وايد صعبه. ايه تحب تزوجك انك ما تحب تفضل الفردي اكثر صح؟ ايه الفردي. وبطولات الزوجي مو موجوده عندنا؟ لا كبطولات موجوده؟ هو في بطولات وتشارك فيها؟ لحد الان لا، لان اول بطوله لي ان شاء الله الحين برمضان ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا خليفه، ونشوفك من الابطال العالميين في هذه الرياضه، وكل التوفيق لك. مشكور. شكرا لمتابعتكم، راح نستمر معاكم في حلقات جديده ان شاء الله من مشوار، ومشوارنا مستمر معاكم في رمضان. نشوفكم على خير ونقول لكم الى اللقاء.